الإعلان عن بدء دورة جديدة لاتحاد الجامعات، أحد رياض الجامعات بعد التشكيل الجديد. آملين إن شاء الله أن تكون مصدر خير وثراء في الأنشطة الرياضية الجامعية، وإن احنا نبدأ موسم إن شاء الله يكون موفق يساعدنا كلنا ويساعد طلابنا وأبنائنا في الجامعات إن هم يجدوا متنفس منطقي وقانوني ومقبول اجتماعيا ورياضيا لقضاء وقت الفراغ ونشر الرياضة الجامعية، وكذلك تمثيل الدولة، ودي المهمة الرئيسية للاتحاد، تمثيل الدولة على المستوى العربي والقاري والإقليمي والدولي والأولمبي. إيمانا منا بأهمية النشاط الرياضي الذي يمثل القوامة الرئيسية في شخصية الطالب الجامعي وتوسيع مداركه وصيانة ذهنه وإعداده اللائق للانخراط في الحياة العامة بحيث يصبح شخصية متعاونة وإيجابية، كما أنها تزيد من وتيرة روح الانتماء لديه بكافة أشكاله، بداية من انتمائه لبيته ثم جامعته ثم وطنه. انطلاقا من حرصنا على دفع مسيرة النشاط الرياضي الجامعي المصري في كافة الأصعدة، بداية من النشاط الداخلي داخل الجامعات المصرية إلى التبديل العربي والقاري والدولي والأولمبي، فقد قامت وزارة التعليم العالي بإعادة تشكيل مجلس الإدارة لهذا الاتحاد الرياضي المصري للجامعات الذي راعينا فيه تحقيق قدر كبير من التجانس والتفاهم بين جميع أعضائه وتنوع تشكيله بين الخبرة والشباب، حيث يضم عددا من الخبراء في المجال الرياضي بصفة عامة والرياضية والرياضة الجامعية بشكل خاص، ونخبة من أساتذة الجامعات المتميزين لتحقيق مزيد من الإنجازات على المستوى الدولي والعربي والقاري. والهدف هو أن يتم العمل على جميع المحاور الخاصة بتطوير الرياضة الجامعية المصرية، وأن يكون العمل في الاتجاهات الآتية: زيادة قاعدة الممارسة الرياضية بالجامعات المصرية، كثافة الأنشطة الرياضية خلال الخطة السنوية للاتحاد، تنوع كبير في الأنشطة الطلابية حتى تتلائم مع كافة الرغبات والطموحات لدى الشباب. أيضا كان توجهنا الحفاظ على الريادة العربية التي تحققت بالفوز بلقب الدورة العربية للجامعات في نسختها الأخيرة التي أقيمت بالقاهرة عام 2010، وكذلك الحفاظ على الريادة على المستوى الإفريقي الذي تحقق بالفوز والتي تحققت بالفوز بلقب الدورة الإفريقية الخامسة للجامعات التي أقيمت بناميبيا عام 2012، والذي دفع الاتحاد لطلب استضافة النسخة السادسة بالقاهرة والتي يتم التجهيز لها حاليا. وأيضا الحفاظ على المكانة الدولية استضافة البطولات الدولية العالمية على أرض مصر بعد النجاح الكبير الذي حققه الاتحاد استضافة بطولة العام العالمي للجامعات للسكواش عام 2008. كذا المشاركة في العديد من البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية والعمل على تحقيق نتائج مشرفة فيها، حيث يستعد الاتحاد خلال الفترة القادمة للمشاركة في نخبة مختارة من أجندة الاتحاد الدولي لعام 2014. كما يستعد الاتحاد لتنفيذ عدد من البرامج والفعاليات والأنشطة التي تساعد على عودة النشاط الرياضي بالجامعات وعودة الروح للنشاط الرياضي الجامعي من خلال انخراط الطلاب في البرامج والأنشطة الرياضية ومن أمثلتها: الاستعداد لبدء تنفيذ الدورة الرياضية للجامعات والمعاهد العليا دورة الشهيد الرفاع 41 والتي تحظى بمشاركة أبطال الرياضة الجامعية من الطلاب والطالبات، والتي تحظى باهتمام لائق مادي ومعنوي من الاتحاد الرياضي المصري للجامعة.
برامج الفتاة من خلال تنظيم الأسبوع الرياضي للفتاة الجامعية. عدد كبير من الأنشطة على مستوى الجامعات المصرية مثل أولمبياد الجامعات المصرية الذي يقام برحاب جامعة الإسكندرية سنويا، ومجموعة كبيرة من سباقات الطريق ومهرجانات الطائرات الورقية والألعاب الشعبية، وأسبوع شباب المدن الجامعية والأولمبياد الأول للألعاب الإلكترونية. كل ذلك بالإضافة إلى أن أجندة الاتحاد لهذا العام تضم عددا من الفاعليات التي ستنظم في عدد من الجامعات المصرية بهدف توطيد أواصر الصداقة بين طلاب الجامعات المصرية من جهة وطلاب جامعات مختلف دول العالم من جهة أخرى، وذلك من خلال عدد من المشاركات تتمثل فيه. أولا، البطولة العربية لخماسيات كرة القدم للجامعات العربية والتي تقام برحاب جامعة جنوب الوادي. الدورة الرياضية لجامعات دول حوض النيل، تقارب بين شعوب دول حوض النيل والتي من المتوقع أن تستضيفها جامعة المنصورة عام 2014. البطولة العربية للطائرات الورقية والتي تقيمها جامعة الفيوم على ضفاف بحيرة قارون. كلنا أمل خلال المرحلة القادمة في ظل هذا المجلس الجديد وما به من شخصيات لديها الرغبة والطموح للنجاح بالإضافة إلى الخبرة الواسعة في تحقيق نتائج طيبة ومزيد من الإنجازات، الأمر الذي يدفعنا إلى التكافل جميعا خلف هذا الاتحاد الرياضي المصري على كافة المستويات لرفع اسم مصر الغالية.